ثم أزال الظلمة الضياء وعاودت جدتها الأشياء ودانت الشعوب والأحياء وجاء ما ليس به خفاء أتاهم المنتجب الأواه محمد صلى عليه الله أكرم خلق الله طرا نفسا ومولدا ومحتدا وجنسا يقضي له بالشرف الأشراف لمرية فيه ولا خلاف أقام في مكته سنينا حتى إذا استكمل أربعينا أرسله الله إلى العباد أشرف به من منذر وهادي فظل يدعوهم ثلاث عشرة بمكة قبل حضور الهجرة ثم أتى محلة الأنصار في عصبة من قومه خيار أولهم صاحبه في الغار أفضل تلك العصبة الأبرار صديقها الصادق في مقاله المحسن المجمل في أفعاله وذاك في شهر ربيع الأول لليلتين بعد عشر كملي فسرت الأنصار بالمهاجرة وكلهم يؤثر دار الآخرة واحتشدت لحربه القبائل فثبت الحق وزال الباطل فلم يزل في يثرب مهاجرا عشر سنين غازيا ونافرا حتى إذا ما ظهر الإيمان وخضعت لأمره الأوثان وبلغ الرسالة الرسول ووضح التأويل والتنزيل وعرف الناسخ والمنسوخ وكان من هجرته التاريخ دعا من اجتباه فاستجابا من بعد ما اختار له أصحابا عد لهم في محكم الكتاب لعبده ولذوي الألباب قام أبو بكر الذي ولاه أمر صلاة الناس وارتضاه فعاش حولين وعاش أشهرا ثلاثة تزيد ثلثا أوفرا ومات في شهر جماد الآخرة يوم الثلاثاء لسبع غابرة وكانت الردة في أيامه فصلح النقض على إبرامه قام من بعد أبي بكر عمر فبرزت أيامه تلك الغرر تضعضعت منه ملوك فارس وخرت الروم على المعاطس أسلم كسرى فارس إيوانه وأصبحت مفروسة فرسانه وأجلت الروم عن الشآم وأدبرت مخافة الإسلام ودانت الأقطار للفاروق واتسعت عليه بعد الضيق ووهب الله له الشهادة خاتمة دلت على السعادة.